بامتياز، حلوه ممكن يشوط، ادي رولي يسدد، ولكن برافو مروان دا كوستا بطل في اللقطه اللي فاتت. مروان على الارض الى رولي، لمسه من اليمين، وادي يوسف الجبلي حلوه، وادي الهدف الاول، وادي الهدف الاول للفيصلي، مستحقه يا ويليام، مستحقه يا ويليام. يوسف الجبلي عرضيه ديليفري ولا اروع، توصيل ولا اروع، وفي النهايه الفيصلي يتقدم بالهدف الاول، 1-0 للفيصلي، النتيجه العادله في شوط اللقاء الاول، وويليام ألفيش هو اللي بيسجل الهدف الاول. شوف يوسف، يا سلام يا سلام، حطها حلو وقطع حلو، وهدف حلو من الفيصلي عن طريق ويليام ألفيش يسجله في الدقيقه 43. 1-0 1-0، هدف يعبر عن سير احداث المباراه. وادي الكوره، يوسف الجبلي لعب باص ممتاز، ديليفري وصله بالمرمى على طول، وده ما كدبش خبر ويليام على طول. والاسم الشهير هو كلارنس سيدورف، ومن خلفه هاسلبانك، لكن ركنيه عاليه ومحاوله اماميه، والتعادل من حمدان، التعادل من حمدان الشمراني، يدخل التاريخ حمدان الشمراني في اخر مواجهه سجل للفيصلي، وفي اول مواجهه يسجل للاتحاد. حمدان الشمراني يعود للاتي، حمدان الشمراني يعود للاتي في اول 5 دقائق، انذار العودة يأتي، وحمدان الشمراني يقفز فوق الجميع ويسجل هدف التعادل. 1-1 1-1، ادي حمدان الشمراني، وادي قفزة فوق خليم هايلاند بهدف تعادل حاضر من جانب حمدان الشمراني. حمدان الشمراني الفيصلي اهدى للاتحاد ليعود ويسجل في مرمى الفيصلي بقميص الاتحاد، بعد ان سجل في اخر مواجهه بقميص الفيصلي في مرمى الاتحاد، ليحضر حاليا حمدان الشمراني بهدف التعادل. 1-1، ما زالت خطيره للفيصلي، هي الى عبد العزيز، مر وعدى، وسع لنفسه، وسع لنفسه يا ولد، حلوه حلوه، لويزينيو لويزينيو، خالد الغامدي، خالد الغامدي، تيكي تاكا فيصلاوية، وخالد الغامدي يسجل الثاني ويحتفل، الفيصلي يسجل الثاني ويحتفل. خطفوها أبناء حرمة، خطفوها أبناء حرمة، وافرح يا مدرج الفيصلي، والفيصلي يتقدم بالهدف الثاني. شوف عزيز، هات لي عزيز، هات لي عزيز، وهدف ثاني مرسوم رسم، مرسوم رسم، عدت من كعب لكنها ما عدتش من خالد الغامدي اللي بيسجل تاني اهدافه. شوف عزوز، عدى عزوز يا روقانك، ببينية حلوة وبعرضية اروع، عدت من خالد كعبي، ولكن خالد الغامدي واقف مستنيها. دفاع الاتحاد فين؟ دفاع الاتحاد فين؟ محدش يسألني، اسألوا خالد الغامدي. ولكن شوف عبد العزيز الدوسري بلمح البصر الى جوستافو، عرضية، دي اللي اسمها الكرة السهلة، دي اللي اسمها الكرة السهلة. اهو هدف تاني